لها في الناس قول وسمعة، ولي ولها في كل ناحية مثل، كأن على أسنانها بعد هجعة سفجل أو تفاحا في القند والعسل. يعني شوف السلاسة واللغة العظيمة القوية اللي قال بها امرؤ القيس بن حجر، كان من قبيلة كندة، وكان أبوه ملك، ولما مات أبوه قال لنا يورثني من ولادي اللي ما يبكيش عليه ياسر. هو قاعد مع أصدقائه كان يشرب في الخمر، أخوته قطعوا شعولاتهم حطوا تراب في رؤوسهم، هو قال لهم جملة شهيرة: اليوم خمر وغدا أمر. اتمرد على القبيلة هذيك، ومن بعد مشى للقيصر جوستينيان حب يقابله، وقابله وقال له نحب ننتقم من السلطة بتاع بابا وغيره، وولاه فلسطين. لكن هو تغزل بأخت القيس الحسن ومات في ثنية وهو راجع. أما أمر القيس هو أكبر شاعر عربي إطلاقا، يقول الشاعر العربي ولد في كندة ومات في كندة، لأنه قبيل كندة أعطت أمر القيس بن حجر وأعطت أبو الطيب المتنبي. قصيدة حلوة ياسر، فيها غزل يتغزل بمرأة اسمها سلمة، ويقول معناها كيفاش قابلها وحكي معاها. وشوف عندك التعبير اللي يقول فيه، نقرأ لك بعض الأشياء. يقول بنفسه: هو قتيل من وادي الحب من غير قاتل. ومن بعد يقول: كافر وكف كافر وكف بكف وكافر كف لطق من كف نعمل، ولا لآلي ألابث ولا لآلي أمل حل الحسن. ومن بعد يقول: حجازية العينين مكية الحشاء، لأنه نساء الحجاز كانوا عينهم كبار، ونساء مكة كانوا بدنتهم معناها قوامهم باهية. عراقية الأطراف، العراقيات معروفة عن جم الدين جميلة. الدولية رومية الكفل، الروم كانوا يدلوا بناتهم على عكس العرب اللي عمرهم ما دلوا بناتهم. تهامية الأبداني، كانت معناها امرأة شلخة نقول واحمة طويلة من قبيلة تهامة. تهامية الأبداني، عبسية اللماء الضحكة متاعها كما كانوا عندهم مضحك تبلود يقول احنا. خزاعية الأسنان، درية القبل. كنت وقلت لها: أي القبائل تنسبي؟ لعلي بين الناس في الشعر كي أسل. فقالت: أنا كندية عربية. فقلت لها: حاشا وكلا وهل وبل. فقالت: أنا رومية عجمية. فقلت لها: ولي خيز ببخوش من قزل. فلما تلقينا وجدت بنانه مخضبة تحكى شواعل بالشعل. ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت، ولقي عليها دار بالشاه بالعجل. وقالت: وما هذا الشطالة لعبا، ولكن قتل الشاه بالفيل هو الأجل. فنصبتها بنصوب بالفيل عاجل في اثنين من تسع في سرع فلم أمل. هو احنا نعرف ثمانية سما، لكن هو يحكي ابن القيس يقول تسعة. حتى ستين في التسعة معناها تقول بي نف، احنا عنا بي ويت آ ويت حتى آش ويت، يمكن جابت الشطرنج كانت تختفق. فقالت: وما هذا الشطالة لاعب من كذا قتل نفسي بالفيل هو الأجل. فنصبته منصوب بالفيل عجل في اثنين من تسع بسنع فلم أمل. وكان لعبي كله دستر بقبلة، فقبلت ثغرا كالهلال إذا أفل. وقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل. يعني 100 قبلة هو دجا مزروب. وعنقتها حتى تقطع عقدها، وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل. يعني هو كان هكا إيروتيك إلى حد كبير، معناها شبقي. كأن شوف الصورة يقولها: كأن فصوص الطوق لما تناثر، كعندك هو قطع الشركة اللي لبسته، كأن فصوص الطوق لما ضياء مصابيح تغيرنا عن شعل. يعني كأنه كي تحط انت الكانون تطلع منه القدحة نتاع النار هذيك وغيره. دونك قصيدة جميلة ياسر، وتحس كأني مودرن. كي غنيتها هي في الستينات ظهر للعرب كأني كتبت البارح. كتبت عندها 1600 سنة بيان سور. غنيتها هو ميم يونس العظيمة اللبنانية. ميم يونس اللي غنيته هي صغيرة صغيرة، هي صغيرة جات لتونس. أنا تفكر أنا صغير هكا، شعرها أطول مني، هي قصيرة شعرها أطول منها. 9 سنين خويا الكبير ربي يهديه فهمني قال يا مزيانة، وتلفت له باباك حلو قحلة وقتها تفكر تفلف تلفزة كحل وقحل، وبعد قال قبخ جليلس كله وبيتنا كانوا عالين. تعلق قلبي طفلة عربية. بارك الله فيك. نعم وبدي بدر الحليل. شكرا لك سفيان فرحات، نقول لك بون كان ان شاء الله نرجو نهار الاثنين. شكرا لك معاذ الشريف، بارك الله فيك. سيرين كانت معنا في الديجيتال، وحبيبي كان معنا في الاخراج. العشرة عندكم موعد مع الاخبار، وبعدها سحر وفتحية كالعادة في موجة الصباح، وبعدها فريق ميدي ميت القهوة بارتير.